من الواضح انه قدر كل من يرتدي تيشيرت النادي الاهلي انه ما يلحقش يفرح بانتصاراته حقيقي يعني، وواضح ان الكلام ده ينطبق على كل الرياضات، ان الكلام ده لو تفتكري برضو في حلقات سابقه كنا بنقدم برضو تهاني لفرق مختلفه في النادي الاهلي، كل مدرب كان معانا على التليفون او كان ضيف معانا في حلقه لازم تلاقيه بيقول نفس الجمله ان احنا قفلنا الصفحه وفتحنا الصفحه. طب احنا عايزين نلحق نفرح يعني. انا عايز اقول لك ان الروح دي والله يا كريم اعتقد بقت يعني في حياتنا احنا كمان، يعني اثرت علينا فكره روح الفوز دايما اللي جاي، حتى انت في حياتك او انا ابتديت احس كده ان احنا اثرنا بالروح الاهلي دي، فكره ان انت مثلا حققت حاجه في حياتك كويس عايز اللي بعده، عايز تنجح الخطوه يعني اللي بعدها، يعني عايز مش قدر اللاعبين ده قدر حتى الجماهير، ده قدرنا كلنا كاهلاويه بغض النظر إيه يعني واخرتها ايه. على كل الاحوال برضو عايزين نقول لحضراتكم لا تكونوا فاكرين ان سلسله التهاني والانتصارات والاخبار الحلوه خلصت على كده، تبقوا حضراتكم غلطانين، لسه هنقول مبروك لفريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2006 اللي توجوا رسميا بلقب بطوله الجمهوريه بعد ما اتعملت القرعه اللي حسمت طبعا الامور، اجريت هذه القرعه امبارح بمقر اتحاد الكره وحسم اللقب لصالح النادي الاهلي على حساب الانتاج الحربي. كان اهلي 2006 قد انهى البطوله وهو بيتربع بالفعل على صداره الترتيب متساوي مع الانتاج الحربي برصيد 19 نقطه لكل فريق منهم، وسجل كل فريق منهم 17 هدف مقابل 12 هدف في مرماه، يعني تساوى الفريقان في عدد النقاط وفي نتائج المواجهات المباشرة وفي فارق الأهداف وفي الأهداف المسجلة وكمان في الأهداف اللي استقبلها كل فريق. طبعا يعني كانت العملية يعني ما بتحصلش الصدف اللي من النوع ده كتير، وتم اللجوء بطبيعة الحال للقرعة وفقا للائحة اتحاد كرة القدم اللي حسمت اللقب لصالح النادي الأهلي، وأصبح أهلي 2006 هو تاني فريق من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي يحسم لقب بطولة الجمهورية بعد فريق مواليد 2001. مليون مبروك. عايز اقول لك بقى ان انت ما كنتش موجود امبارح، كابتن خالد بيبو قال لنا الخبر ده لان هو كان بالصدفه معانا على التليفون، كنا بناخد منه تعليق على فوز 2003 على الزمالك، لكن وهو معانا على التليفون قال لنا ان احنا فوزنا او يعني اهلي 2006 فاز او كان يعني ان هو فاز بالبطوله. فدي كانت حاجه اكسكلوسيف جدا 10 الصبح في الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما انت بتقول كده يعني لو هنتكلم عن اهلي 2006 تحديدا هو كان متصدر للبطوله بطوله طول الفتره النهائيه، وكان قريب جدا ان هو كمان يحسم اللقب، لكن ونقدر نقول كمان ما كانش في حاجه للقرعه اللي تمت يعني، لكن للاسف هو تعثر في مباراتين هما اللي تسببوا بقى في دخول هنا بنتكلم الانتاج الحربي والمقاولون العرب في المنافسه على اللقب. لكن كابتن خالد بيبو ورئيس قطاع الناشئين هو كان قال جمله جميله جدا وكانت مهمه امبارح بعد القرعه، قال بالرغم من حسم لقب البطوله عن طريق القرعه الا انه تعلم يعني او تعلم داخل الاهلي دايما الحظ مش هيخدم غير المجتهد، يعني لو تم يعني اختيار الاهلي او ان هو حصل اللي حصل على البطولة يعني بالقرعة، لكن هو مش فكرة هنا عشان حظه خلاص، لا الحظ فعلا لا يخدم غير المجتهد. فأعتقد دي حاجة جميلة جدا. ومرة تانية لو احنا هنتكلم عن قطاع الناشئين حقيقي هذا القطاع في يعني تقدم مستمر، يعني هو طبعا قطاع من زمان وهو زي ما بتقول كده بيفرغ لنا لعيبة ويمكن لعيبة كبيرة جدا حتى يعني كانوا في الفريق الأول ودلوقتي مش موجودين يعني، لكن أسامي كبيرة جدا خرج من ناشئي الاهلي ولسه ياما هيخرج من ناشئي الاهلي. صحيح. اكيد اسماء صحيح. كبيره جدا زي ما احنا كنا بنقول، وانت انا فاكره مصطلح انت كنت قلته قبل كده هو مصنع بيفرغ، يعني هو مصنع فعلا معمل تفريغ. معمل تفريغ. بالظبط انا فاكره الجمله اللي انت قلتها، ودي حاجه تطمني جدا كاهلاويه بقى اصيله تبقى مطمنه على اللي جاي، وخليكي فاكره الكلمه دي كويس، هتلاقي اسماء كتير قوي من مواليد 2001 و2003 و2006 هتلاقي اسماء ليها وزنها وليها ثقلها في المستقبل القريب ان شاء الله، وتاني دي حاجه تطمن كل الاهلاويه.